هنا محافظة السويداء جنوب سوريا، تحدها محافظة دمشق من الشمال ومحافظة درعا من الغرب، وتضم حوالي 450 ألف مواطن من الطائفة الدرزية. على بعد 15 كيلومترا من مدينة السويداء، أعلنت الفصائل المسلحة المعارضة السيطرة على مطار الثعل العسكري. خسارة المطار هزيمة استراتيجية للنظام، فأهميته معنوية ومادية كونه يقطع طريق السويداء الشام. وتأتي هذه التطورات بحسب المعارضة عقب محاولات النظام الضغط على دروز السويداء وإثارة الفتنة بينهم وبين أهل السنة في درعا، مستخدما آخر ورقة للحفاظ على وجوده. فالنظام حاول تجريد المنطقة من قدراتها الدفاعية بوجه خطر تقدم الدولة الإسلامية من خلال سحب أسلحته وقواته باتجاه العاصمة، وذلك لمعاقبة الدروز على تخلف 25 ألف شاب درزي عن خدمة التجنيد العسكري. إلا أن أهالي السويداء ومشايخها اعترضوا الأرتال العسكرية ومنعوا إخراج السلاح من المنطقة. الشيخ وحيد البلعوس، وهو من أوائل من وقفوا بوجه الاستخبارات السورية وحشد حوله مجموعة مشايخ الكرامة، حذر من مخطط النظام الذي نقل القمح المخزون في صوامع المدينة إلى دمشق. وفي ظل التهويل بأن النزاع سيقع بين أهالي درعا والسويداء، ثمة قراءة لفعاليات درزية تشرح الوضع الحالي الذي يتوزع بين نقاط قوة ونقاط ضعف. نقاط القوة تكمن أولا في أن من بقي في محافظة السويداء خرج من موقع المؤيد الكامل للنظام إلى النائب النفس، ما يعتبر خطوة إيجابية بالنسبة إلى المعارضة. ثانيا، تخلف الشباب الدرزي عن الالتحاق بالجيش منذ 3 سنوات. ثالثا، إن دروز السويداء احتضنوا النازحين من أهل السنة الذين هربوا من قوات النظام. ورابعا، إن جبهة النصرة في درعا لا تشكل خطرا بالنسبة للبعض لأنها ليست مخترقة من قبل داعش. أما نقاط الضعف فهي سيطرة النظام على المياه والقمح، كما أن أبناء السويداء اعتمدوا على النظام لحمايتهم نتيجة خلافاتهم التاريخية مع البدو. في مقابل هذه المخاوف وجهت رسالة من الجيش الحر والعشائر في درعا لأهل السويداء. نحن قيادة الجيش الأول في الجبهة الجنوبية العقيد الركن صابر سفر، ونظرا لما يروجه النظام وأتباعه لدب الفتنة الطائفية بين محافظتي درعا والسويداء، إننا نؤكد على عمق العلاقة الأخوية والترابط الأسري والعشائري والجغرافي الذي يربط المحافظتين. فإننا نناشد أهالينا في السويداء أن يطمئنوا وأن لا يسمحوا للاعبين على وتر الطائفية لشق الصف. نطمئن أهلنا في السويداء بأننا في حوران لا نكن لهم إلا كل احترام وتقدير وسنتعايش. اللافت على صعيد آخر أن إسرائيل اتبعت نهج النظام السوري، إذ حذر رئيسها من الخطر الذي يهدد دروز جبل العرب.